النهارده بيوافق ذكرى وفاه فنان غالي على قلوبنا كلنا. وبشكل عام مفيش فنان حقيقي بيفارق جمهوره حتى لو رحل، بيفضل دايما حاضر باعماله وبفنه وبموهبته. واكيد مفيش حد معجون بالموهبه قد العبقري احمد زكي، النمر الاسود اللي قدم البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبه الهرم، ابناء الصمت، معالي الوزير، وادوار تانيه كتير كان العامل المشترك فيها ان احنا دايما بنصدقه. خلينا نشوف تقرير عن الراحل احمد زكي اللي بيصادف النهارده ذكرى وفاته. هو واحد من ابرز صناع الفن والقوى الناعمه المصريه، فنان معجون بالموهبه وبارع في التقمص لحد التوحد، الإمبراطور، النمر الأسود، الفنان الكبير أحمد زكي الذي يصادف اليوم ذكرى وفاته. يعتبر أحمد زكي ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وله في القائمة 6 أفلام هي البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية لي، أحلام هند وكاميليا، وأبناء الصمت. ولد أحمد زكي عبد الرحمن بمدينة الزقازيق بالشرقية، وحصل على دبلوم الصنايع ثم على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. كانت بداية تعرف الجمهور عليه في مسرحية هلو شلبي، وقام بدور الجرسون في الفندق الذي يتقن تقليد النجوم ويبحث عن فرصة لاكتشافه فنياً، وكان لا يزال طالباً في معهد المسرح. كانت أول بطولة مطلقة له أمام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي. انتقل إلى التمثيل التلفزيوني مؤدياً دور عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل الأيام. قدم أحمد زكي أكثر من 60 فيلماً حقق من خلالها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وتألق النمر الأسود في جميع الشخصيات التي قدمها خلال مشواره الفني. برع كذلك في تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في فيلم ناصر 56، وشخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في فيلم السادات. كذلك أتقن شخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم حليم. من أهم أفلامه العوامة 70، أبناء الصمت، ضد الحكومة، البيه البواب، البداية، سواق الهانم، واضحك الصورة تطلع حلوة.